سواري مقاس السن المحير خطوة بخطوة. السن المحير ناس كتير تعبت وعايزة تعرفه. النهاردة هناخد تاني مقاس السن المحير، خطواته بسيطة قوي ومن الصفر. يلا بينا نشوف الفستان وقولي لي رأيك في التعليقات، واهم حاجة ما تبخليش عليا باللايك الجميل. يلا واحدة واحدة ورجعنا تاني يا جماعة مع بعض علشان نعمل انا وانتي كندورة سواري او فستان سواري مقاس السن المحير بشكل سهل وبسيط قوي. مقاس 16 سنة السن المحير يا جماعة. النهاردة امبارح خدنا 14، النهاردة هناخد 16. فاول حاجة هنقول بسم الله وهنبدأ نحط ربع دوران الصدر معانا 21 بالظبط، وبعدين هنحط حردة الرقبة 7.2، وبعدين هننزل بطول حردة الرقبة الأمامية 7.2، طول حردة الرقبة الخلفية 1.5، وبعدين هنعمل حردة الرقبة الأمامية حردة الرقبة الخلفية، وبعدين هننزل بالظبط كده ميلان الكتف بتاعي 2 سنتي. هحط خط بدون مقاس، وبعدين احط طول الكتف، طول الكتف المقاس ده 12 سنتي، وبعدين هنبدأ واحدة واحدة ننزل هنا كده بطول الظهر، وبنقسم طول الظهر على نصين. النص الاولاني بنحط فيه ربع دوران الستر 21 سنتي، والنص التاني بنحط فيه ربع دوران الوسط 16 سنتي اهو. وبعدين هبدأ انزل من الكتف على دوران الستر، وبعدين هبدأ ارتفع 4 سنتي، اخش هنا 1 سنتي، وبعدين اعمل حردة الجيرو بتاعتي اهي، شايفة ازاي. وبعد كده هوصل دوران الصدر مع دوران الوسط. بعد كده هنبدأ نعمل التعديلات بتاعت الكندورة السواري او الفستان السواري، وهتبقى التعديلات كالتالي. اول حاجة هنبدأ نعمل بنسة الوسط، وهنبدأ ننزل كده نقسم دوران الوسط على نصين، وبعدين نطلع كده بطول البنس 10 سنتي، ونعمل اضلاعها المفروض اضلاعها عرضها 2 سنتي، 1 سنتي يمين 1 سنتي يسار او شمال. بعدين نعمل كده اضلاع البنسة بالشكل ده. بعد كده ان هي المفروض هتبقى قصة برنسس يا جماعة، فهبدأ اجيب من هنا كده اهو قصة برنسس اهي، شايفة ازاي. طيب وبعدين هنعمل تعويض من هنا، تعويض ده هيبقى علشان خاطر ال 2 سنتي اللي انا ماخداها، وهبدأ اوصل بالشكل ده بس كده. وبعدين هنبدأ نعمل التعديلات بقى تانية عند حردة الرقبة من فوق. فالمفروض ان حردة الرقبة من فوق هنقسم الكتف على نصين، هنبدأ ننزل كده بطول حردة الرقبة وبزيادة 2 سنتي، وبعدين هنبدأ نعمل كب بسيط كده ونروح نازلين كده بالشكل ده. دي يا جماعة كندورة سواري مقاس السن المحير او فستان سواري مقاس السن المحير، على حسب ما تحبي انت تسميه ايه، بس هو فستان سواري على حسب سن المحير وكندورة كمان بالشكل ده. كندورة بيلبسوها في الافراح، وده على حد علمي يعني بتلبس في الافراح الكندورة دي بالذات، وعندنا هنا بتتلبس بردك في الافراح والمناسبات بقى ايه، اعياد ميلاد افراح كده. هنبدأ واحدة واحدة بقى ان احنا نقص بالشكل ده. اهم حاجة بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده طبعا اختيارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبة للكم يا جماعة، الكم واسع، الكم بتاعنا واسع، فعشان هو واسع احنا هنعمله بنفس الصورة ونفس الشكل. هبدأ اقص قصة البرنسس كده اهو بالطريقة المبسطة دي اهي، تمام. هفصل بقى الامام عن الخلف علشان اعمل حردة الرقبة الامامية، وافصلها كده عن بعض اهو، بصي كده، وابدا اخد كده القطعه دي، بصي كده اهي اهي، بصي، واخد كده بالشكل ده، شايفه ازاي. طيب ابدا افصل بقى دي عندي، تعالوا بقى كده اوريكم الشكل بتاعها اهو، شايفه ازاي. ده الشكل المبدئي بتاع الكندوره بتاعتي او الفستان بتاعي. بعد كده هبدا اجيب القطعتين بتوع القصه اهم من هنا، هتبقى من هنا كده، وهنكب دي من هنا بردك اهو، ومفروض ان انا اركب دي من هنا، وهتبقى كده بالشكل ده، ودي كمان هتتركب من هنا. ايه رأيكم دلوقتي، بلاش ندبس وخلونا نركب القصة دي باللزق. هبدأ اجيب اللزق والزقها معاكي وارجع لك اوريكي شكلها عامل ازاي، بس هجيب اللزق الاول. بصوا بقى يا جماعة دلوقتي جبت اللزقة اهو. طب يا مريم هيفرق ايه اللزقة عن التدبيس؟ ما تدبسي زي ما انت متعودة. هقولك هيفرق، هيفرق انه هيديني الشكل بتاع القصة مظبوط زي ما انا عايزة اهو، تمام. ده من هنا هبدأ اجيب الناحية التانية كمان والزق من الناحية التانية علشان خاطر اوريكي من تحت، من هنا من عند قصة البنسة بتاعتي اهي. تعالي بس كده اهو، تمام كده، وهبدأ ادبس من هنا، وهبدأ اجيب برضه قطعة تانية واروح حطها من هنا. لو عجبتك فكرة اللزقة اقصى من التدبيس اكتبيلي في التعليقات، وبعدين هنستعمل على طول بقى ايه اللزق، بس مش في كل حاجة طبعا، عشان في حاجات بتبقى محتاجة دباسة اكتر، تمام. دلوقتي بقى هنبدأ ان انا اجيب القطعة التانية من الناحية التانية واعمل لها بردك تدبيس من هنا
هنا بقى اقص قطعه اهي وهلزقها على ايدي واروح قصه التانية اهي عشان خاطر بس ما تطولش. طبعا هنشوف لها صرفة لو انتوا عجبتكم الفكرة. لو عجبتكم فكرة التلزيق احسن من التدبيس هشوف لها صرفة تخلي لي الموضوع يبقى بسرعة وما ياخدش معانا وقت زي ما هياخد وقت ايه في الوقت ده. اهو فستان سواريه او كندورة سواريه الاتنين واحد بس في منتهى الشياكة، مقاس السن المحير بخطوات بسيطة جدا ومن الصفر. كل طلبة منك بس انك تتفرجي واحدة واحدة والخطوات خطوة خطوة. هبدأ دلوقتي ان انا اقص واحدة تانية بس كده وخلاص اهي. تمام اهي كده بس كده اهي بس كده. دلوقتي انا عملت يا جماعة الفكرة بتاعت القصة اهي وركبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما ركبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدأ بعد كده ان انا اركنها على جنب واعمل الجيبة. الجيبة المفروض انها تكون صق وفيها قصة، صق وفيها قصة اهي. تعال بس نشوف القطعة دي هتكفي معانا ولا لا. المفروض ان هي تكفي، لا احنا عايزين قطعة اكبر من كده شوية علشان الجيبة تبقى مرتاحة ما يبقاش فيها اي تضييق او اي حاجة اهي. ابدأ واحدة واحدة كده معانا انا افرد. بصي نقول بسم الله بس. كندورة سواري او فستان سواري في منتهى الشياكة. اول حاجة هنبدأ نحطها ربع دوران الوسط معانا عشان نعمل الجيبة، يعني 16 سنتي من هنا. وبعدين هبدا انزل بطول الجنب، طول الجنب في المقاس انا شغاله بيه 18 سنتي. وبعدين هبدا احط ربع دوران اكبر حجم عندي 22 وربع. المقاس اللي انا بقوله ده مريم يلبس قد ايه؟ يلبس 16 سنه. بعدين اوصل دوران الوسط مع دوران اكبر حجم، ومن اول الوسط لحد الارض الطول كله على بعضه 103. تمام، بعيدا عن الجنب، يعني الجنب محسوب ضمن 103. وبعدين هنبدا ناخد من هنا زاويه كده ونفتحها شويه، مش عايزينها صك قوي. وبعدين عايزين نعمل قصه من هنا، قصه واحده يعني من اتجاه واحد. هنقسم دوران الوسط على نصين ونروح نازلين كده بقصه دي اهي. والقصه لما نيجي نخيطها ما نخيطهاش كلها، هنخيط لحد هنا بس. تمام، هبدا بس ان انا اقص الاول الجيبه بالشكل ده. والمفروض في تعويض معايا باخده، التعويض اهو اهو علشان خاطر طبعا القصه اللي انا باخداها عملت التعويض بالمقص احسن ما انا اعمله بايدي علشان خاطر ايه الموضوع يجي. بس لو فرق معاكي بس الموضوع يبقى مش مختلف اهو. وهنبدا نشيل كده زي ما انت شايفه اهو، شايفه ازاي. اهم حاجه بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده طبعا اختيارك انت. والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشتغل على الورق زيه زي القماش بالظبط بالنسبه لي وبالنسبه لك. وعلى فكره لو اي جيت عملت على القماش برضك هعمل نفس الخطوات ونفس التركات ونفس كل حاجه، مش هيبقى فيها اي فرق يا جماعه. هبدا بقى ان انا احط الجيبه بالشكل ده على انا قفلتها كلها كويس انها ما اتقفلتش كلها اهي، اتفتحت جزء منها اهي بس كده، احنا مش عايزين نقفلها كلها. بعد كده هنبدا نجيب الفستان بتاعي اهو معايا، واحط الفستان بالشكل ده واخيطه مع الجيبه اهو بالشكل ده وابدا افرد بس كده. تمام، ناقص بقى الالماس بتاعي علشان الفستان او الكندوره يبقوا نفس الصوره. فهنعمل الالماس هنركبه من عند دوران الصدر كله لحد هناك، يعني كل دوران الصدر من اول الكتف لدوران الصدر اهو. تعالوا بقى هبدا اركبه بسرعه قوي وارجع لك تاني اوريهولك علشان خاطر بس ما اطولش معاكي، او ممكن اركبه معاكي دلوقتي حالا بسرعه اهو عشان لسه في كم كمان هنعمله يا جماعه. هنبدا نجيب من هنا كده اهو، وهناخد زاويه الكب دي واحنا بنركب الالماس. وهبدا اخدها كده اهي بالشكل ده اهي، شايفه ازاي بس كده اهو بس كده. وهكمل بقى لفه كامله وارجع لك تاني. بصوا بقى يا جماعه ده الشكل المبدئي للكندوره بتاعتي. طبعا الالماس هنا اتلخبط شويه بس معلش هنركبه ان شاء الله المره الجايه في الحلقه اللي بعد كده بشكل سهل وبسيط، لان مش هنسكت طبعا عن الكندوره دي، هنعمل كذا واحده بس باشكال طبعا مختلفه وانواع كمان مختلفه. اهو هنبدا نعمل بقى انا وانتي الكم بتاعنا. الكم هيبقى واسع قوي وهناخد العرض كله، عرض القماش كله. بس اولا هنبدا نحط نص دوران الدراع معايا، وبعدين هبدا انزل بطول الكم بالشكل ده. وبعدين هبدا اجي من هنا وانزل
7 سنتي وارتفع من هنا كده 4 سنتي وبعدين اعمل كده اهو بالشكل ده. وبعدين هاخد بقى هنا العرض كله، انا مش عايزة غير العرض كله اهو. طب لما هاخد العرض كله ايه اللي هيحصل يا مريم؟ هقولك ايه اللي هيحصل، ان انا هضم بعد كده الزيادة والعرض الباقي اللي انا خدته ده كله في اسورة، هركب اسورة، فالاسورة هتضم لي كل الزيادات وكل العرض اللي انا ماخداه ده، فهتديني نفس شكل الكم بتاعي. تمام، الاسورة ركبتها قبل كده وعملتلك فكرة الكم دي قبل كده، بس عشان ما اطولش عليكي اكتر من كده هبدأ اوريكي شكل الفستان كله مع الكم اهو. واحدة واحدة بقى عشان اوريكي شكل الكم كله مع الفستان والاتنين مع بعض عاملين ازاي اهو. هنبدأ نركب من هنا كده اهو تمام، وهنبدأ نيجي من هنا، وهبدأ اجيب لك من الناحية التانية برضك اهو اهو بالشكل ده بس كده، شايفة ازاي؟ هبدأ بقى اوريكي الشكل النهائي، قولي رايك فيه ايه وما تبخليش عليا باللايك الجميل. ادي يا جماعه شكل النهائي للفستان، فستان سواري او كندورة سواري في منتهى الشياكه، بسيطه جدا ومن الصفر، وفكرتها كمان في منتهى الشياكه. كل طلبه منك انك تتفرجي واحده واحده وما تبخليش عليا باللايك الجميل، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم.